لقد شوطنا الرابع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الرابع وهو الشوط الخاص باللقاية الجعداني وشعاراتي أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة في هذه الأمسية، أمسية اللقاية ومسافة 5 كيلومترات. ننطلق مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرهني اللي قاد المجموعة منذ البداية ياتي مهلوس على الصدارة لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. طارش بن راشد بن طارش المسافري من بدأ يسافر إلى بر الناموس منطلقا بتحديات مهلوس على الصدارة والبداية والمقدمة. شاهين مع المركز الثاني لهجن الرئاسة يتقدم سعيد بن مظفر بن محمد العامري. نتابع المركز الثالث يصل بسيان هجن إنتاج جيم الزبار سالم بن سعيد بن دلهب في عملية تضميره وتدريبه. المركز الرابع يتقدم شعشاع لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ياتي بتحديات شعشاع على مستوى المركز الرابع. شاهين خامسا لهجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي، بينما اذا انطلقنا مع المركز السادس شاهين التابع لهجن الرئاسة وتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هملول ياتي سابعا لهجن الرئاسة كذلك مع انطلاق السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. شاهين مع المركز الثامن بشعار هجن زعبيل وقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد من قدم الشاهينية في شوطنا الماضي، ياتي بتحديات شاهين اللي بدأ يتسلل بدوره مع المراكز المتقدمة. المركز التاسع أرد تسلل والتقدم لشاهين التابع لهجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. هملول مع المركز العاشر وشعار هجن الرئاسة ينطلق أيضا على مستوى المركز العاشر بمتابعة وتحديات سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة المنطلقة المندفعة بهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات مع هذا السن، سن اللقاية، سن المفاجآت، السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. ولكن مهلوس على الصدارة منذ البداية يقود هذه الجموع، ينطلق بناموس هذا الشوط وشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. طارش بن راشد المسافري يتقدم ينطلق يندفع بهذا التحدي المثير بهذا الانطلاق الرائع الأسامي القادمة. ولكن أرى من الجانب الآخر شاهين اللي بدأ يتسلل لهجن الرئاسة، سعيد بن مظفر بن محمد العامري يتسلل بدوره مع المركز الثاني، شاهين مع المركز الثالث بالتقدم المجازب محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع شعار هجن الرئاسة. المركز الرابع شاهين لهجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب والتغييرات مستمرة المركز الخامس يصل في هذه اللحظات يتسلل شاهين مع المركز الخامس لهجن الرئاسة يقود غياث الهلالي. من الجانب الآخر أيضا شاهين لهجن الرئاسة بمتابعة غياث الهلالي. هملول وهملول على مستوى المركز السابع والثامن بشعار هجن الرئاسة السلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز التاسع شعشاع لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، ياتي بتحديات شعشاع مع المركز التاسع. المركز العاشر شاهين التابع لهجن الرئاسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. متابعا منطلقا مع هذه التحديات لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة والمنعطف الأخير في مضمار 5 كيلومترات. لوحة الإعلان التذكير لوحة 1000 و200
خربانة المنصة ومهلوس على الصدارة، مهلوس على المقدمة منذ البداية، منذ البداية يقود المجموعة، متحمل مسؤولية هذا الشوط. ينطلق بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير وبشعار سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. طارش بن راشد المسافري بدأ يسافر، بدأ يسافر، ولكن السيل القادم، السيل القادم ما شاء الله. نتابع المركز الثاني والثالث والرابع، كتلة حمراء قادمة بشعار هجن الرئاسة مع اختلاف المضمرين، ومهلوس صامد، مهلوس على الصدارة. أرهني هملول، أره هملول مع المركز الثاني، شاهين مع المركز الثالث. ما شاء الله بدأت الأوامر مبكرة 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 في هذا الشوط، ولكن شاهين بدأ يتسلل، بدأ يتقدم، ينطلق في اللحظات الأخيرة بشعار هجن الرئاسة، يتقدم، ينطلق باعد المسافة، باعد باعد باعد، انطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا، تهانينا لهجن الرئاسة على فوز شاهين بالمركز الأول. سلام سلام للمجازف مع هذا الانطلاق المتميز ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا لهجن الرئاسة المركز الثاني شاهين، لهجن العاصمة المركز الثالث شاهين، لهجن الرئاسة مهلوس مع المركز الرابع سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى شاهين مع المركز الخامس لهجن الرئاسة. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات الوصول إلى خط النهاية، يأتي بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 20 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة جاء بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 23 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول أيضا شاهين 7 دقائق 24 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. بسم الله الرحمن الرحيم.